اخبار جلفه ويا بن سيدي عيد عني ماذا صار يا ابن الفا جيب شخبار جلفه يا 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 بن سيدي عيد عني ماذا صار ولادتنا يلجاو على الخاطر شرفا درقهم ذاك القمام اللي يخضر يا 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 شضاعة الراز ليهم يصفها وسيرت سبع أيام للفرس هوقار شضاعة الراز ليهم يصفها وسيرت سبع أيام للفرس هوقار تدي ليهم قير طاكسي رفرفة شغل مقيرس كل فتلة بالزيارة يا راسم يقرنهم في العلفة وذاك يفك الباك على راس المشوار سال عليهم الطوازي للجلفة نايل نايل وعبازيز وسحاري الأحرار تدي ليهم قير طاكسي رفرفة شغل مقيرس كل فتلة بالزيارة يا 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 شخبار جلفة ويا بن سيدي عيد عني ماذا صار يا بن الفا جيب شخبار جلفة يا 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 بن سيدي عيد عني ماذا صار ولادتنا يلجاو على الخاطر شرفة درقهم ذاك القمام اللي يخضر يا